طبعا احنا عارفين الامارات نظمت ايفنتات كتيره ونظمت مباريات كتيره، وان شاء الله هيطلع المباراه في استاد يعتبر استاد من احسن استادات في العالم، هزاع بن زايد. فاعتقد الناحيه التنظيميه مش قلقانين منها خالص، يبقى بس الناحيه الفنيه. الفريقين يقدموا برواز جميل جدا، يقدموا شكل كويس جدا عن الكره المصريه، لان المباراه بيتابعها يعني تلفزيونات كتيره، شاشات كتيره، مؤسسات اعلاميه كبيره في العالم كله. فنتمنى ان شاء الله ان المباراه تطلع بالشكل اللائق من الناحيه الفنيه ومن الناحيه السلوكيه ان شاء الله. طبعا بشكر الامارات طبعا على استضافتها لمباراه السوبر، وده احنا متعودين منهم طبعا على الاستضافه الجميله دي، وبتبقى احتفاليه كمان للمصريين اللي موجودين هناك ومتعطشين ان هم يشوفوا لعيبه كوره. يبقى في مباراه السوبر في مدينه العين في ملعب او استاد هزاع بن زايد، ودي اضافه جديده للكره المصريه وللديربي او الكلاسيكو اللي بين الاهلي والزمالك. طبعا عارفين ان المباريات دي طبعا بتحظى باهتمام جماهيري كبير جدا. ملعب استاد هزاع بن زايد بيسعى ل 25 دايما، ما المدرجات بتبقى مكتمله العدد في المباريات دي، بيبقى في طبعا التزام وفي تنظيم على اعلى مستوى من الجانب الاماراتي للمباريات دي، وعمليه الدخول و الخروج والتشجيع المثالي. ظنا بيبقى كويس قوي في استاد هزاع. ان شاء الله كفه الاهلي هي الارجح. نتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي. فعلا الاهلي في المحضر. ان شاء الله في تفاؤل، متفائل جدا ماتش لصالح الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يعني الاهلي هيفرحنا وهيكسب باذن ربنا يعني. والاهلي طالع، انا شايف الاهلي طالع كويس يعني، ان شاء الله هنغلب. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وإن شاء الله يكون الفوز حليفهم وتحقيق اللقب. بالتأكيد في أكتر من عنصر في النادي الأهلي متوقع ليه التألق ويكون عنصر فعال ومؤثر في نتيجة المباراة. رهنا على دايما لعيبة الأهلي معودانا وفريق الأهلي معودنا دايما إن إحنا لما بيكون في أي دروب حصل موسم زي اللي فات ده، موسم مش عادي بالنسبة لنا إن إحنا نطلع بدون بطولات، وبالتالي بنرجع نعمل كامباك جامد، بنعمل عودة قوية، دايما بتبقى رجوع بفوز ببطولة. فأنا متوقع أن الأهلي أو لعيبة الأهلي هيبقى عندها الحماس، الدافع، العزيمة، التركيز، كل الحاجات دي هتديك تفوق. أنا متوقع كده تبقى مباراة قوية جدا. يمكن هي عايزين نقول أن هي مباراة خارجة عن كل التوقعات، وإن شاء الله دايما النادي الأهلي معودنا على المفاجآت، وهو صاحب المفاجآت وهو النادي الكبير يعني. فان شاء الله تبقى بدايه موفقه للنادي الاهلي والعوده للبطولات باذن الله. طبعا اتمنى للنادي الاهلي طبعا اداء مميز. جمهور النادي الاهلي مستني بطوله زي دي عشان بسرعه كده يعني لعيبه النادي الاهلي تصالح جمهور النادي الاهلي ويخش الموسم على بطوله كويسه ان شاء الله. مواجهة قوية لا مجال فيها لإهدار الفرص في كلاسيكو القاهرة الذي يحمل نكهة أجنبية ستجمع بين الثنائي السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر والبرتغالي فيريرا مدرب الأبيض داخل حدود المستطيل الأخضر في إمارات الخير. مدرب نادي الزمالك احنا خلاص فيريرا عارفين هو يعني الدنيا بالنسبة له ماشية ازاي، ولعب مباراة النادي الأهلي كتير وقادر ان هو يعني يفهم طبيعه المباراه دي ماشيه ازاي. كولر طبعا لسه اول مباراه بالنسبه ان هو مباراه اهلي وزمالك في الجمهور الكبير والشحن الجماهيري. طبعا حتى هو لما بنتكلم حتى في المؤتمر الصحفي حتى في المباراه الاخيره مصر كلها بتكلمني عن المباراه دي، وكل ما اروح هو بالنسبه لكولر وفيريرا طبعا اثنين مدربين كبار عندهم خبرات كبيره جدا. يمكن فيريرا خاض قبل كده تجربه في مصر في 2014 2015 كانت تجربه ناجحه، خد الزمالك كسب بيهم دوري وكاس. فيريرا كوتش كبير جدا وعنده سي في قوي ومسك اندرلخت ومسك انديه كبيره ومنتخب، يعني كوتش برهن كمان في الفتره القليله دي ان هو عنده افكار، عنده رصيد يقدر يطلعه للنادي الاهلي.
طبعا احنا بنتكلم في مدرستين كبار في الكوره، المدرسه السويسري بتاعتنا والمدرسه البرتغالي بتاعت مستر فيريرا، مدارس كبيره جدا في كره القدم ومتطوره جدا. دايما بتبقى التدخل الحقيقي بتاع المدير الفني بيبقى غالب اكتر في الشوط الثاني، دايما الضغوط بتبقى اكتر على اللعيبه في الشوط الاولاني، فالنواحي التكتيكيه فيها بتبقى اضعف شويه. بيبان تدخلات المدير الفني وتغييراته ودقه تغييراته في الشوط الثاني، الكوتشنج بيبان الحقيقي في قراءه المباراه بشكل كويس جدا في الشوط الثاني.